متابعينا الأوفياء، أهلا وسهلا. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الأخيرة مقطع فيديو للفنانة المغربية ابتسام العروسي على البساط الأحمر من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، حيث كانت تلتقط صورا مع محبيها. وظهرت في الفيديو سيدة مجهولة تحمل ورقة تتضمن رقم الهاتف وتطلب المساعدة. وردا على المقطع الذي تم تداوله، شاركت العروسي مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام. صرحت من خلاله أنها لم ترى السيدة المعنية في تلك الأثناء نظرا للأضواء والجماهير الكثيفة التي كانت موجودة بعين المكان، وأضافت أنها تأثرت كثيرا حين رأت المقطع المتداول. أنا كاينة في كازا وكنقول حد سعيد المهرجان والتتمة ديالو. غنهضر لكم على جوج حوايج ستوري كتسالي بالزربة. أول حاجة بغيت نقول لكم كنشوف واحد لا فيديو كدور ديال واحد السيدة فاش كنتصور مع الجمهور، مشيت عنده حبا في الجمهور والناس اللي كيبغوني. ما شفتهاش أقسم بالله العلي العظيم ما شفتها، لأن لي بورتابل والدهشة ديال هذيك البلاصة والزربة ولي كاميرا وهذاك الشيء ما شفتهاش. بالنسبة لي كلشي هاز التليفون وجاي يتصور، وحبيتهم فاش شفت الصورة ديالها جاتني البكية، لأن ممكن تكون مي، ممكن تكون ختي، ممكن تكون خالتي، مرا كبيرة، يمكن شو التفكير ديالها، ممكن تقول ان في هذيك الوقيته توقع شي حاجه اللي ربي يسهل عليها فيه. نتمنى نتواصل معها، انا ما شفتهاش والله العظيم، ولا كانت شي حاجه فكتكون لله في سبيل الله. وانا من الناس اللي كنبغي دائما نمشي تحت الماء وما نكونش قدام الكاميرا، اللي كانت كتكون مع الله سبحانه وتعالى. انا بنت الشعب وكنبغيكم كاملين. انا انسانه بعيده كل بعد على البوز، ما عرفتش انا كنلقى راسي وسط الحاجه، يا اما كتكون زلت لسان عندي يا اما شي حاجه. مهم تابعني شي حاجه وما كتكونش حتى اللي ما كتكونش عاجباني. مهم اللي عنده الكونتاكت ديال السيده يتواصل معايا، ماشي غير انا، بزاف ديال الناس بغاو يتواصلوا معاها. الحمد لله كاين بعض المرات ربي كيجعل واحد الضوء في الوقت المناسب على شي شخص، وكان الضوء عليها ماشي عليا انا. ثاني حاجه كنقول تتمه مهرجان ان شاء الله تكون جميله. انا خصكم تموتوا عليا بالضحك، سمحوا لي انا راه عفويه بزاف، والناس اللي كيقولوا هذه راه هديه هضرتي كيف ما كنت كنهضر بحال هكا، الناس كيعفوني. انا مشيت مزروبه مخطوفه، وكون تشوفوا واش داز عليا في الكوليس تموتوا غير بالضحك. ومهم ما وجدتش على تيساع، وهذيك البلاصه كتبغي ان توجد على تيساع النهار الاخر اخيرا. اما الايام الاولى كنت فيما كنوصل كيكونوا شدوا الطابي ودخلوا لي فوتوغرافي.